وصل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك وعدد من الأمراء إلى الكويت لتقديم واجب العزاء. إذن نتابع هذه الصور لوصول أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء على رأس وفد من الأمراء السعوديين لتقديم واجب العزاء في وفاة الرحيل أو في رحيل الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.